بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من أفلا تدبرون القرآن، في تلك الحلقات التي تركز على غريب كلمات القرآن. وكلمتنا لليوم هي أبابيل. ترى ما معنى أبابيل؟ أبابيل كلمة وردت في القرآن الكريم مرة واحدة فقط في هذه الآية، وأصلها في اللغة من الإبالة والإبل. فما هي الإبالة وما هي الإبل؟ أما إبالة فتعني الحزمة الكبيرة من أعواد الحطب، حين نجمع الحطب معا ونجعل منها حزمة كبيرة، ليس حزمة صغيرة بل حزمة كبيرة، حين ذلك تسمي العرب هذه الحزمة بالإبالة. وجمع الإبالة هذه الحزمة من الحطب العظيمة تسمى باللغة أبابيل، فيكون بهذا معنى أبابيل، أي حزما حزما. وإن كنا نتحدث عن الطيور فهذه الحزم تسمى بالأسراب، فيكون المعنى أسرابا أسرابا. أما علاقتها بالإبل فهو لأن العرب تستعمل الإبل للكناية عن الكثرة، يقال للموضع التي تتكاثر فيه جماعات الإبل مأبلة. وكذلك تقول العرب عن الرجل إذا كثرت إبله آبل إيبالا، ويقولون لديه من الإبل المؤبلة ما يملأ الوادي بأسره، أي الكثيرة التي لا تعد لكثرتها. ومن هنا نستنتج أن المعنى الثاني لأبابيل هو كثيرة لا تعد لكثرتها. فإن جمعنا بين هذين المعنيين يصبح معنى طيرا أبابيل، طيرا متجمعة، حزما حزما كبيرة، أي أسرابا وأسرابا كثيرة لا تعد من كثرتها. وقد ذهب بعض المعاصرين الميالين لتضييق نطاق الخوارق والإعجاز إلى تفسير الحادثة، حادثة الفيل، على أساس السنن الكونية المألوفة لهم بمنطق العلم هذه الأيام. فقالوا بما أن كلمة الطير تتضمن كل ما يطير، فيمكن أن لا يقصد بها جنس الطيور فقط، بل يمكن أن يتضمن مع الطيور الحشرات التي تطير، ومنها الذباب والبعوض التي تحمل الميكروبات. وبالتالي أول هلك جيش أبرهة بأنه كان بسبب تفشي وباء حملته هذه الحشرات كمرض الجدري أو غيره من الأوبئة الفتاكة. لكن هذا بعيد عن الصواب، لأن سياق الحادثة في القرآن جاء على سبيل الإعجاز والإشهاد على بيان القدرة الإلهية، وعام الفيل لم يكن بعيدا عن تاريخ نزول هذه السورة المباركة. قبل نزولها بما بين 40 و50 عاما تقريبا، حين نزلت السورة كان الكثير من الناس الذين شاهدوا حادثة الفيل لا زالوا أحياء يرزقون. فلو كانت هزيمة أصحاب الفيل بسبب الجدري أو الجراثيم التي لا ترى، لاعترض أولئك الكفار على القرآن بأنهم لم يشاهدوا يوم الفيل طيرا أبدا، خصوصا وأن الكثيرين منهم كانوا ينتظرون عثرة أو غلطة في القرآن حتى يردوا التحدي وينكروا صدق الرسالة. وقد جاء السياق على سبيل الاستشهاد بما رأوه بأعينهم بقوله ألم ترى، فالحديث وإن كان للرسول فإنه يعنى بهم من شاهدوا بأعينهم حادثة الفيل. ثم يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والطير في مفهوم العرب آنذاك هو جنس الطيور لا الحشرات، ولا ما تحمل تلك الحشرات من جراثيم لم يكونوا يعرفوا بها في تلك الأيام. فالظاهر إذن أن الأمر قد جاء على أساس الخارقة غير المعهودة، لأن جو السورة وملابسات الحادث تدل على أن الله أراد بهذا الحادث وربطه بالفيل كرمز لأقوى سلاح عرفته العرب آنذاك، أراد أن يرسل رسالة في هذه الآية لهم للعرب آنذاك ولنا من بعدهم. أولا تعظيم بيته وإعلاء شأن البيت الحرام، ثانيا تهيئة أمة العرب لحمل الرسالة الإسلام إلى العالم كله. فإن كان هؤلاء الأغراب جاءوا بعدتهم وعتادهم وأعظم سلاحهم وهو الفيل آنذاك، ومع ذلك كانت مشيئة الله بأن يهزم هذا الفيل، ففيل أعداء الحق في الماضي أراد به أبرهة أن يدك الكعبة، مثله اليوم طائرات أعداء الحق في الحاضر التي تدك قنابلها ديار المسلمين. لذا جاءت سورة الفيل لتبين للمسلمين في كل زمان ومكان أنه مهما قوي أعداؤهم في السلاح، فإن أراد الله رد كيدهم عليهم بأضعف خلقه بأسلحة تصغر في نظر الكثير منا،
فجند الله هم كل خلقه من كبير وصغير، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الآن يمكنك أن تجيب على هذا التساؤل، ما معنى أبابيل؟ أصبح لديك من المعرفة ما يهيئك لاختيار الخيار الصحيح. هل أبابيل تعني كبيرة وضخمة؟ أم أن أبابيل تعني أسرابا في حزم وجماعات؟ أم أن أبابيل تعني كثيرة لا تعد من كثرتها؟ أم أنها تعني ذبابا أو بعوضا حمل من الميكروبات والجراثيم ما قتل به جيش أبرهة؟ والجواب حقيقة هو خياران من هذه الخيارات. إن كنت تشاهد هذا الفيديو على جهاز الحاسوب وبيدك جوالك وعندك تطبيق جامعة القرآن، امسح بكاميرا جوالك على هذا الرمز ليفتح لك تطبيق جامعة القرآن مباشرة على سؤال اليوم. أجب في التطبيق وستظهر لك مباشرة نتيجة إجابتك. في أمان الله.